لو تشخصت أول بطريقة صحيحة كنت وفرت على حالي 25 سنة تعب ووجع وتحمل ما بينوصف. اسمي رشاد مطرجي، عمري 36 سنة، متزوج وعندي بنتين. أول مرة ورمت فيها كنت أشهر، فأنا مش واعي لهالموضوع. الوالد كان مارق بهالشغلة قبل، لأنه أنا أخذت المرض منه، هذا اللي عرفته بعدين. الشغلة صارت كل ما أكبر بالعمر كل ما الأمور صارت تصير أصعب أكثر. الوجع اللي بالمعدة قد ما قدرت أوصفه ما حقدر أعيشك إياه بالضبط. هيدا الوجع أنا كنت أعيشه كل أسبوع، إذا مش كل أسبوع كل شهر. ليوم من الأيام بالصغر أخذت قرار إنه أنا هيدا الشيء ما بدي يوقفني، أنا أقوى من المرض. بالعمر العشر سنين التحقت بالحركة الكشفية، هيدا الشيء شوي غير لي حياتي، إنه صرت أطلع لبرا أكثر. يعني تخيل أنا موجود بمخيم بعيد عن كل شيء، يصير في عندك ورم بالمعدة، بس أنا كنت أرفض أن أكون مستسلم لهالمرض. صرت أتعايش معه، قلت بدي أروح على الإكستريم، عملت كلايمبينج، أطلع هايكينج 3-4 أيام خيم برا، رياضات بحر، رياضات جبل، ما فيك شيء ما عملته. قبل ما أثبت لحالي شيء تاني، أثبت لحالي أنه بقدر أعمل كل شيء. انتقلت لمرحلة جديدة بحياتي، صار في عندي جامعة، مسؤولية أكثر. الجامعة يعني عم تحكي أكثر شيء صرت بالمستقبل. بهالفترة صرت بدي أعرف أنا بقى شو معي. رحت عند حكمة حساسية، عملت فحوصات حساسية ما في معي شيء، عملت فحوصات دم ما في شيء. الحمد لله قطعت فترة الجامعة ونجحت وتخرجت وأنا مهندس الحمد لله. انتقلت للعمل، انتقلت على دبي وبلش العمل. وإذ بيجي يوم من الأيام بصير في عندي ورم بالوجه. أنا كنت متعايش معه وبعرف أعمل له كنترول، بس هالمرة بالذات صار عندي ورم بالزلعوم، حسيت ما عم قدر أتنفس. والله أنا وبهالوقت هيدا فتحت الكمبيوتر، حطيت فيس سويلينج، طلع لي صور مثل الشكل اللي أنا فيه، وجه مورم، شفاف كبيرة، لقيت قصص مكتوبة. طلع لي شيء اسمه HAE Hereditary Angioedema، ولا بعرف شو هو. قريت C1 Deficiency, C1 Inhibitor, C4 Low، إنه في C1 وC4 they are low. سقط السيارة وصرت على الإمرجنسي. هلا هن بطبيعه الحال لما شافوا شخص ما عم يقدر يحكي وعم يختنق فوتوني دغري على المستشفى، حطوا لي تيوب، انحلت القصه، راح الورم بعد يومين اكيد بالانعاش، لخفف ورم الوجه ورجعت طبيعي. رحت عند حكيم قلت له بدي اياك تفحص لي C1 والC4. قال لي هذا لشو؟ قلت له انا شاكك انه عندي هذا المرض، هدول الصور مثل صوري، أنا شاكك إنه عندي هذا المرض، وأنا عندي العوارض نفسها ذاتها اللي عم تصير مع هدول الأشخاص اللي عندهم هالأمراض. أخذت عينة الدم وفحصتها. لما طلعت النتيجة بعد فترة طلع فعلاً C1 والC4 واطي. هذا هو مرضي. هون خلاص. أنا هون كنت بمرحلة ما بعرف شو هو المرض. انبسطت، ما عندي أدوية، ما عندي شيء، بس مجرد إنه عرفت شو معي جتني فرحة. تعرفت على جمعية اسمها الـ HAE International Organization لـ Patients الـ HAE بالعالم، وتواصلت معهم وعملت أول كونتاكت مع ناس غيري. شوف للمرحلة كنت مفكر لحالي على الكرة الأرضية، قدرت أتواصل مع ناس تانيين معهم مرضي. الفرحة اللي كانت عندي إياها لا توصف. وهيدي هون بلشت مرحلة جديدة بحياتي، وأنا كنت اتصلت بوالدي قلت له قلت لك يوم من الايام حاعرف شو معه، وعرفت. بس بعد هون قلت له في عندي الشغله الثانيه، بدي ارتاح من هذا المرض، وبدي مثل ما كنت متعايش معه بدي الغيه من حياتي بقى. من بعد ما تشخص مرضي اخذت قرار على نفسي انه ساعد كل المرضى اللي موجودين بالمنطقه ليقدروا يشخصوا حالهم
ويقدروا يحصلوا على الدواء. وهذه رسالتي لكل مرضى الـ HAE، أنتوا أشخاص جداً طبيعيين وما في فرق ولا في شيء لازم يوقفكم عند عيشوا حياة طبيعية. إرادتك وتعايشك مع المرض وتفهم المرض اللي عندك إياه هو بيخليك تكمل حياة طبيعية.